تعالوا نشوف مين معنا في الركنة الأسبوع ده. رياضة السيارات في مصر من الرياضات اللي للأسف مش واخدة حقها بشكل كبير، رغم كونها بتحقق شعبية كبيرة قريبة من كرة القدم، وليها عشاقها ومتابعيها من كل الأعمار. الحقيقة رياضة السيارات وخصوصا سباق الدريفت بدأت تنتشر في الفترة الأخيرة، وعدد المسابقين والمتابعين للرياضة في التزايد مستمر، لكن كل ده بيتم بمجهودات فردية وبإمكانيات محدودة، وممكن تتطور كتير جدا لو أخدت حقها من الاهتمام من الدولة ومن وسائل الإعلام. وزي كل الرياضات، رياضة السيارات محتاجة للأماكن مخصصة لممارستها، ولازم تكون في حلبة سباقات للتدريبات والمسابقات عشان يقدر المتسابقين يتنافسوا ويتدربوا عليها، وده أفضل لتوظيف طاقتهم بدل ما يكون في جري وتهور على الطرق. ده بالإضافة لإفراز المواهب اللي تقدر تمثل مصر في السباقات الدولية، مع العلم إن المتسابقين بيتحملوا تكاليف كبيرة جداً من ميزانياتهم الشخصية علشان يعدلوا عربياتهم بشكل مناسب، ده غير صيانتها بشكل مستمر. رياضة السيارات في مصر تستحق مننا إننا نقدرها، وعلشان كده كان لازم تكون معانا النهاردة ركنة صح.